يا صلاه النبي يا صلاه النبي، ده ايه اللبقه دي كلها؟ البدله دي تسوى لها ايه؟ باكو؟ لو انت ساده باكو ايه؟ هتتعاكس يا سيد المعلمين. هستلميني بقى. مش انت اللي قلت نستخبى في النظافه؟ وانا بصراحه عجبتني النظافه. شايفه الجزمه دي؟ 600 جنيه. كنت قاعد مع واحده من اللي بتعامل معاهم، واحده نظيفه. لقيت للراجل بيتحكم عليه من جزمته. تخيل يا فتون 600 جنيه. 600 جنيه الجزمه؟ يا معلم يا ابو الجزم يا جامد. جبت البطاقة؟ بطاقة. حلاوة البطاقة وجمال البطاقة. بصي قولي يا اخويا دي صورتك. عادل فكري شحاتة. اللهم صل على النبي. ودي سليمة بقى ولا مضروب؟ لا سليمة بس ملهاش ملف. يعني ايه؟ يعني مفيش حد عنده شهادة ميلاد اسمه عادل فكري شحاتة، ملهاش أصل. طب خد. وبالقبهة دي كلها رايحة عند مين؟ عند إيهاب؟ طبعا عشان اللي جاي بقى. طب بقول لك إيه يا أخويا؟ استنى ألبس هدومي وأجي معاك، عايز أشم هوا. تيجي معايا في إيه؟ هو رايح القناطر. قناطر إيه؟ طب أنا هخرج. هتخرج تروحي في إيه؟ أتسنكح، أروح في أي حتة. هو أي ساعة وخلاص؟ أنت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز أتسيع 24 ساعة. بقول لك إيه؟ جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحة يا مفضوحة. خد هنا. الله. هاي ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك. يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصة سعيدة. انا اسعد يا اخوي. فتون. وانا نايم. اهلا وسهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا انا والدي. طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامه يا اخوي. اتفضل. سلام عليكم. والله ما عارف نقول لك يا طارق مين. أنا بقالي سنتين ونص مخبوط على دماغي. ساعة ما زينب سابتني وهربت، تخيل خدت كل اللي حيلتي. شاء 10 سنين والله العظيم. لما أبويا وأمي قابلوها في الشارع في المنيا كان مسروق منها شنطة. قالت إن الشنطة دي كان فيها كل الورق والفلوس بتاعها. قالت لنا البيت من غير ولا مليم. يعني فلوسي وذهبي اللي هي سرقتهم راحوا كده في الهوا؟ خدت منك يا محروس الفلوس والذهب. ايه يعني خدت منك فلوس وذهب؟ انا خدت مني ابني. انا لو ما لقيتهاش مش هشوف ابني تاني. طيب يا طارق بنت، تفتكر الكلام اللي قاله الضابط ده بتاع جوز اختها هو ممكن فعلا يوصل الشرطه ليها؟ معرفش. كل اللي انا اعرفه ان استحاله اسيب ابني يضيع، وعشان كده محروس انا اتربى قبلك. عشان ايه؟ ما فهمتش. بص يا محروس، أنا عايزك تحاول تفتكر كل حاجة كانت بتحصل بينك وبينها، كل كلمة كانت بتقولها لك. يمكن لما نقعد أنا وأنت كده نحاول نوصل لحاجة. أنا ما نسيتش حاجة عشان افتكرها يا طارق بيه. أنا شايف كل حاجة بتحصل قدام عيني. زينب، بس برضه هي كانت بحالات، كانتش موزونة. يعني تعيط شوية، ترقص شوية، تضحك، تسرح. كنتش فاهم لها،
كانت مربيه حربايه. شفتها الخضره دي؟ شفتها الحربايه دي. بس عارف يا طارق بيه، والله يا اخي مش عارف هتصدقني ولا لا، رغم كل اللي عملته زينب معايا، بس هي ما كانتش وحشه. انا برضو كبير وبنفهم في البني ادمين. زينب كان جواها حته طيبه. طب بتخرب بتقول ايه؟ اللي انت بتتكلم عليها دي خدت مني ابني، خدت مني شاهين، اكتر حاجه كانت بتبسطني في دنيتي. عروس احنا اتضحك علينا. انا لما جيت اتجوزها كانت بنت بنوت. ازاي؟ ده انا متجوزها بنت بنوت. كانت بتعمل ايه دي؟ ما تقلقش يا طارق بيه، ان شاء الله ابنك هيرجع لك. لو وقعت فيكي، بس والله العظيم كان جواها حاجة كويسة. أنا مش صغير يا طارق بيه. لبنى عمرها ما كان جواها حاجة كويسة. ما اسمهاش لبنى. دي بقى أنت تروح البيت تفك كعبها، وكل سنة وأنت طيب. طيب يا باشا. حرمش من هداياك يا باشا. حبيبي. عملت لي إيه بقى في الحوار التاني؟ ما ينفعش يا راشد. راشد تاني، ما قلنا عادل. اللي انت طلبته ده بلدي قوي. بس افتكر دي فكره جديده يا بوب، ممكن تعدي عادي. 5 كيلو كوكايين يعني اكتر من 5 مليون جنيه. مجازفه انهم يجوا على مره واحده. ده اولا. ثانيا دي الكبير زي ده لازم البوب الكبير يعرف التفاصيل بتاعته. يعني راس الكبيره ومال؟ قول له ان انا عارف كل حاجه والتفاصيل كلها عندي. ماشي تمام يا راشد. راشد تاني؟ سوري. يا عادل بيه. ماشي يا باشا، وقول له على الأقل مهله، وأنا مش مستعجل. معلش، ازيك يا علي؟ ازيك انت؟ معلش يا محمد، انزل تحت شوية. كفارة. كنت خايفة تقابليني ولا ايه؟ خايفة؟ وهخاف من ايه بقى يا علي؟ هو انت بقيت بتخوف دلوقتي؟ يعني كل ما بكلمك تزوغي مني وتقولي لي جوزي ما اعرفش ايه. ما انا بصراحه يا علي متجوزه راجل محترم، رجل اعمال ومتدين، مش عايزه اخسره. ده واضح. ومحمد ده مش هيقول له؟ لا ما تقلقش، محمد ده بتاعي. الله. خير يا علي؟ فتون فين يا غنوة؟ تاني يا علي؟ هو انت مش سألتني عنها في التليفون؟ قلت لك اني معرفش حاجة عن فتون. صدقني يا علي، انا والله معرفش حاجة عن فتون من تقريبا حوالي سنتين، من وقت ما زرتك في السجن. بصراحة كده
مش عايزه اعرف حاجه عنها تاني خالص. انا عايشه حياه كويسه علي، وعايزه احافظ على حياتي دي. ممكن؟ ممكن. لو عايزه الاقي فاتورة اعمل ايه؟ وبعدين بقى ما اعرفش ومليش دعوه. دور على فتون بعيد عني يا علي. سلام يا غنى. محمد اطلع يلا. اهلا اهلا اهلا. صاحي؟ انا ما نمتش اصلا، انا يا دوب ريحت نص ساعه كده وخدت شاور عشان اعرف انزل. الروايح الحلوه دي. اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اطلبي. ينفع ما تخرجش النهارده وتقعد معايا؟ بس انت بتيت معايا ناس صحابي. ماشي اوكي خلاص، انا بس كنت عايزه يعني نقعد نتكلم شويه. نتكلم في ايه؟ ممكن في اي حاجه، بس يعني نقعد نتكلم ما تخرجش يعني. طيب انا وعدك مش هتاخر. اوكي ماشي انجوي. بدي نعمل لي جاكيت تبعك. خلاص بقى مش هنام بقى وهستناك. اه طبعا. ماشي؟ رايت. باي. داليا؟ انت مشيتي ليه؟ انا عايز اقول لك ان انت عملتيه ده عجبني قوي، كان حلو جدا. اللي انا عملته؟ اه اهتمامك بيا ده، حضنك اللذيذ. بس انا ما كانش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنع يعني؟ يعني انت حد مهم قوي، وانا واحده دخلت حياتك صدفه. اصلا انا مش فاكره اي اب ليا، ولا فاكره اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شويه وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دليل، انا خلاص تعودت شويه جنبي يعني.
اكيد انا دلوقتي صعبان عليك وبعد شويه. لا 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 لا، ده كان في الاول، انما دلوقتي انا مش هسيبك الليله دي. بصي انا عايزك تروحي تغيري هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج؟ هنخرج. طب والناس اللي كلموكم مستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد ميرسي مولاتي، خلاص انا هغير وارجع بسرعه. طيب. طبيعي جدا ان انا ابقى قاعد لوحدي. بس انت وحشتني، عايز اقعد معاك. نجوى، ينفع اقف هنا انزلك عشان تروحي؟ بشوفك بكره. عايز اخد لفه واشرب درينك واسمع مزيكا، مش في مود خالص بصراحه. وانا مش فاضيه اليومين الجايين، وعايز اقعد معاك. ممكن اعزمك في مكان حلو نقعد نتعشى وبعدين اعمل اللي انت عايزه، مش هروح حتى بيت معاك. اوكي؟ Let me help you first. Okay. 10 سنين، 10 سنين من غير جواز لوحدك، مش كتير؟ كتير فعلا. Red ولا white؟ White. White. أو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا، يعني بعد كده قلت اخد هدنه مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا، ولا تعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانيه اتعذب وبتاع، طنشت يعني. هي بقى اتجوزت، ساعات نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا ده مراد هنا. هو ده. ممكن اسلم صدقني. ايه الصدفه جميله دي؟ انا هاي هاي مخدر. اتفضل جانس. ما قلت ليش يعني ان مختار جاي؟ انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلت لي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ ما انا لغيت المعاد بتاع نعمان بيه، قلت اخرج انا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. انا ما عندكش مانع طبعا. لا ما عنديش طبعا. على فكره يا مختار، انا كلمتك مرتين النهارده عشان البنك اخد التور يونتس، وطبعا انت ما ردتش. لا ما ده الطبيعي بتاعه. البي ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش، انا كنت عامل التليفون على سايلنت فما سمعتوش. بس امبارح وانا بايت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت، فما اخدناش بالنا غير اما صحينا من النوم. مالهم التو يونتس؟ اداره البنك عايزه تغير بند من بنود العقد. اوكي. اكلمهم بكره واشوف عايزين ايه. لا خلاص خلاص، بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل. انا على فكره يا داليا برسم لك لوحه. ترسم لي انا؟ بجد؟ بقول لك ايه؟ انت فنان على راسي وعيني، بس انا بحذرك خليك بعيد عن داليا. لا هو انا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكرة مختار رسام فظيع، لسه عاملي روحة وانا ميوت، كانت تحفة. ميوت؟ من خيالي. تشيرز تشيرز.
مستأكد. هلا روي. ايه؟ هلا هلا. فعلا في ستات زينك وده كتير، بس هي دمها خفيف. دي ما بتتكسفش خالص، دمها تقيل وقلة الأدب قوي. سوري يا فندم، حضرتك تتكلم كده؟ لحظة. بصي أنا مختار ده، شفت معاها ستات أشكال وألوان. كذا مرة امبارح تلمح إن هما كانوا مع بعض في حاجة عيب، وهو اتكسف. لا 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 لا، مختار الكذب؟ أنت ما تعرفيهوش، هو بس عشان أنت كنت قاعدة فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مراد في يا مراد؟ انا مش مراد. نفس لحقوني مراد. انت ما جيتش ليه يا ابني؟ يعني ايه ما ردتش؟ يعني ايه ترددك ليه؟ طب قفلت التليفون ليه؟ يا عم رد عليا انا بكلمك. الحالي يا ابو بليز، الحالي بعتني في البيت وحبساني مش عايزه تنزلني. ابني حجزت لنا التذاكر على لندن وعايزه تسفرني تعدي هناك 3 اشهر وتعالج. بليز يا ابو عايز اشوفك. يا ابو حجزت لي تذاكر يا معلم وهتسفرني لندن. والنبي ابو تعالى تعالى والله، انت لو جيت تاني هي هتدخلك، مش منطقي يعني ان هي تطردك مرتين. بليز يا ابو تعالى الحقني، انا محتاج اشوفك. بليز يا ابو تعالى. الو يا ابو، ابو
لو سمحت هو مراد بيه فين؟ اخر الطرق. أزمة قلبية حد، أنا خايفة أموتي وأختار. هو فين؟ هناك في الأوضة بابا. اللي قاعدين جنبه. It's unbelievable. مش قادر اصدق. واحد في سنك يعرض نفسه يجيله ذبحه. انت بتقولي ايه يا ليلى؟ انا عرضت نفسي لاي حاجه، انا فجاه تعبت وخلاص يعني. ويا ترى تعبت ليه؟ ايه اللي جد جديد؟ بقى تجيب واحده تقعد معاك في البيت؟ يا مراهق. بتخطرفي بتقولي ايه؟ لا يا ليلى، مفيش لزوم للكلام ده دلوقتي خالص. انت ازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ مراد انت كده هتتعب تاني، اهدى. ما تنفعلش مراد ارجوك. انا عايز اعرف مين دي؟ وايه اللي خلاها تقعد عنده في البيت؟ دي كانت هتموته. لو سمحت بلاش تخليه يتكلم في حاجه تضايقه دلوقتي. ايه ده؟ بتكلمني دي؟ انت مين انت عشان تكلميني بالمنظر ده؟ انت ازاي تدخلي بيني وبين اخويا؟ انت تخلصي خالص فاهمه؟ ايوه طلعها بره اختارها. انت بتضربني عشان واحده زي دي؟ طلعها من حاسته. هبلغ ولادك، مش هسيبك تبهدلني وتبهدل نفسك. سامع؟ ايه يا ليلى؟ ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عشان خاطري اهدى يا مراد. انت فاهمه الموضوع غلط خالص. الحكايه ان مراد خبط دانيا بالعربيه. الحكايه ان البيه اللي جوه له علاقه بالسفله دي، ولان سنه ما يستحملش القرف ده وعملت له طب. ممكن تسمعيني؟ أنا مش هسمعك، أنا مش عايز أسمع القرف ده كله، أنا هعمل اللي عليا وهروح أبلغ العيال، ومش عايز أشوف وشه لغاية ما نخلص من الزبالة دي. يا ليلى. مش ممكن أختك دي فظيعة. بحاول أشرح لها إنك خبطت البنت دي، مفيش، بكلم كشك. أختي مزعجة يا مختار، أنا عارفها. مزعجة وشريرة. أنا آسفة يا دليل، آسفة. وأنت ذنبك إيه يا مراد؟ مش عارف إيه اللي خلاها تفكر في حاجة زي دي وبسرعة قوي كده. أهي متسرعة وغبية. اسمع يا مختار، أنا مش عايز لا ليلى ولا أي حد يعرف حاجة عني، مفهوم؟ لو سألتك على موضوع داليا أو أعطيتيها أي معلومة كويسة، أنا عايزاها تقعد تحرق في نفسها وتموت بغصها كده. أنت شكلك ابتديت تتعب، أنا هعملها لك الدكتور. لا خلاص، أنا بقيت كويس مختلف كويس. أنا آسف كمان مرة يا داليا، آسف. وأنت ذنبك إيه يا مراد بس؟ طب أنت محتاج مني حاجة؟ أنا
لازم اروح واعمل كام مشوار كده وارجع لك تاني. ممكن يا مختار بليز تكلم فردوس تبعت لي هدوم، انا ما غيرتش من امبارح. حاضر. ميرسي. على اذنكم. مع السلامة. أنا مش مهمة خالص دلوقتي، المهم أنت تقوم لي بالسلامة وتخف لي وبسرعة. أنا عايزة أنام. هطفي لك نور الأوضة. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. انا جايه اطمن على مراد بيه. تحبي تشربي حاجه؟ لا ميرسي قوي. انا اول ما عرفت ان هو تعبان كلمته على الموبايل كتير لقيته مقفول، علشان كده فكرت ان انا اجي لك اسالك عليه ولو ينفع نروح نزوره، ده بعد اذنك طبعا. انا لسه جاي من عنده وطمنت عليه، شكله هيبقى كويس ان شاء الله. يعني مش هنروح نزوره؟ طيب انا جيت ليه بقى؟ جيتي عشان تشربي معايا فرنش واين؟ لا 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 انا ما بشربش، ما بشربش. يبقى اكيد جيتي عشان تشوفيني. لا طبعا. ليه لا طبعا؟ عشان علشان انا ممكن اشوفك في الشركة. ايوه بس في الشركة هنتكلم في شغل ومش هنعرف يعني نبقى على راحتنا. أنا جاية أطمن على مراد بيه صاحب الشغل برضو. ولو إني مش مصدقك قوي يعني، بس ماشي. أنت ليه بتقول كده؟ عشان لو عايزة تطمن على مراد بيه وكلمتيه في التليفون لقيتيه مقفول، هتكلميني، هتكلمي السكرتيرة بتاعته، هتعرفي المستشفى فين، ألو رقم الغرفة، سهلة يعني. قصدك إن أنا كنت بتلكك علشان أجيلك؟ لا أنا ما قلتش كده، أنت اللي قلتي. أوكي أنا همشي. استني بس، رايحة فين؟ معقولة يا مروة أول يوم تزوريني فيه ما تكمليش خمس دقايق كده تسيبيني وتمشي؟ طيب اعمل ايه يعني؟ امسكي ده وده. وعلى فكرة انا فكرت في الموضوع وممكن انزل نزور مراد بيه مع بعض، بس على شرط. شرط ايه؟ نروح له بالليل. بالليل؟ طب هنعمل ايه لحد بالليل؟
حاجات كتير جدا. تعالي بس انا ما بشربش. ولا انا بشرب، انا بشرب عشان احنا الناس بس. بجد؟ اه وانا كمان على فكره. انت يا واد يا نايل. نعم. انت لسه راجع من الجيم؟ لسه حالا. طب عندك ابره وفتله؟ لا ما افتكرش. استنى انا جايالك. يلا يا اخويا تعالى ندور على الابره والفتل. عارفين انت بابا فوق مش هينفع. ما تقوليش لا بابا ولا ماما. لا هقول لك بس انا مش عايش لوحدي انت عارفه. يلا يا اخويا يلا عشان الفضايح والناس. فعليا مش هينفع. هنسحب يا اخويا ما تخافش. خش بقى عشان الفضايح. اقفل الباب يلا. معلش كده اسفه انا ما صدقت انه نام بقاله نص ساعه بس مغمض عيني اتفطر. انت كويس انه نام على فكره عشانه. طب طمنين عليه هو عامل ايه؟ هو احسن الحمد لله. الدكتور بهاء قال ايه؟ قال ان حالته مستقره وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الاول الحمد لله. بس هو اداله شوية علاجات هيمشي عليها يوميا ومنعه عن التدخين. في حد زاره؟ قصدك اخت ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش. انا كنت مرعوبة لا تيجي وانا لوحدي، ما كنتش عارف اتصرف اكيد. انا افتكرت حاجة ضحكتني. والله؟ مالها دي؟ انا عندي صداع، انا لازم اشرب قهوة. هنزل الكافيتيريا عشان اجيب قهوة. تحت في اول دور. اه ماشي اوكي. مش من هنا يا ماما. من هنا. اه من هنا يا حبيبتي. يا مين دي؟ دي مروه زميلتنا في الشغل، محترمه جدا بس جدا شربت كاس وواضح ان دماغها خفيفه. حرام يا عيني. ما تقلقيش ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها ماما، اطمني. انا طبعا ما كنتش حابه ان ده يحصل بس اللي قالته ليلى ده يا مختار مش مظبوط. أنا متأكد. أنا عارفة إن وجودي عند مراد في البيت ملوش أي معنى. بس هو راجل محترم واحتواني. أي حد مكانه كان ممكن يسيبني. ما أعتقدش يا داليا لو حد عارف إنك محتاجة مساعدته هيبقى سهل عليه إنه يسيبك. أنا بقالي فترة مش قصيرة عند مراد في البيت. بصراحة عمري ما شفت منه أي حاجة تخوفني. خالص. داليا انت جميلة. جميلة قوي. مش الشكل بس. حتى انت يا مختار؟ بما ان كلام ليلى مش مظبوط وانا عارف ان هو مش مظبوط انا لازم اسألك سؤال. لا مش هتسأل. عشان انا تقريبا عارفه انت عايز تقول ايه. انت بتحب مراد؟ طبعا طبعا لازم احبه. تصور واحده في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عمله عشانها، تفتكر احس له بايه؟ ممكن تقول لي؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مختار؟ ايه هيخرج امتى بقى؟ بكره بعده بالكتير. اطمن هو بقى كويس قوي. يرتاح بس اسبوع 10 ايام ويرجع لحياته الطبيعيه. هخش اشوفه. ميرسي يا دكتور. ازاي؟ طب نشوفه. هيا بطل. عامل لي مشاكل انت؟ ليه بس بهاء؟ الله احنا مش في سن بعض. لما الناس تلاقي قلبك دهاف وعجزت انا هيتقال عليا ايه؟ عجزت زيك؟ هنا من امتى يا مختار؟ بقالي شويه بس جيت لقيتك نايم فما رضيتش ازعجك. قعدت مع داليا شويه بره. داليا تعبت معايا قوي يا مختار. اكيد. اوعى تقول كده يا مراد.
ده انا لو قعدت جنبك 100 سنه برضو مش هعرف ارد لك الجميل. انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود، وزي ما قلت لك مفيش سجاير ولا دهون. الحمد لله على سلامتك يا مراد. ميرسي يا عن اذنك. ميرسي يا دكتور. انت بقى تسيبك من الشغل والدوشه دي وتروح تاخد اجازه كده على البحر، تشوف فيو حلو وتدلع نفسك. فكره كويسه جدا. تيجي نسافر باريس؟ باريس طبعا انا اتمنى، بس انا ما عنديش باسبور. مش انت برضه تفتح الحكايه دي نقطه؟ كل حاجه وليها حل اكيد. طيب عايزين نطلع باسبور داليا، عايزه تسافر معايا. اعتبره حصل. اغنوني شويه. اركب الحنطور واتحنطر درجن درجن. اركب الحنطور واتحنطر بس اقعد قدام واشد اللجام. واتحنطر درجن درجن اتحنطر. يا اخويا جيت، خليك في حالك وانا في حالي. أنا واحدة بتتحنطر درجن درجن أتحنطر. الله حلو قوي الشمع جامد. النبي يا بنتي يا فتون، ده انت قمر مزة. أركب الحنطور واتحنطر. وحشني جدا. الحمد لله على سلامة. حاسس كاني بقالي سنة ما جيتش. الفردوس فرحانة. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد، الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا فردوس. أنا عارف إن أنتِ مبسوطة، بس بلاش حكاية الزغاليد دي لو سمحتي. غصب عني بقى من صحتي والله. فردوس الأكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاتنين. شوفي مختار بيشرب ايه. لا انا تعبان، هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني، عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت من غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا عمي. مع السلامه. سلام. انا عايز اشرب قهوه يا فندم. حالا القهوه تجيلك. لا قهوه ايه؟ 2 اورنج بليز. قهوة ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوة. ليه كده؟ ما هو قال قهوة واحدة في اليوم كويس. لا قال واحدة في الشهر، قهوة واحدة في الشهر. الشهر ده كتير يا غالية. ماشي 25 يورو. اورنج بليز حبيبتي. أحلى اورنج يجي لك حالا. لو خليه اسبريسو. اسبريسو؟ ماشي، ماما قهوة لا. عارفة لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عيني ألاقيكي جنبي كده، كان جايلي إحساس إن أنتِ خايفة عليا، خايفة لموت. مش كده يا مراد بعد الشر عليك. عارفي. أكتر حاجة كانت شغلاني إيه؟ أنا كنت خايف لا بعد ما أموت يعني تتبهدلي. مش غلاسة بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني أستاهل القهوة؟ هتشرب العصير على بال ما أخد الشاور. يلا واحد. عليه تجيب لي مية. ماشي. فردوس. أول ما رجالتك جابوني هنا وانا عارف اني جاي لك انت. ما انا لو كنت بعت لك بالحسن وما كنتش جيت. عايز مني ايه يا امسي؟ حقي تمن اللي سرقته مراتك وابن عمك. يضعب عليك، ده احنا متربيين مع بعض اوسخ تربيه. حد عرف يضحك عليا ولا ياكل حقي؟ أنا خارج من السجن مالت، ما حلتش إلا الهدوم دول. تاخدهم؟ 450,000 جنيه بمكسبهم يعني 1.5 مليون. مليون ونص؟ إيه دول؟ الدين اللي عليك، تمن وساخة مراتك وابن عمك.
انت ما بتفهمش يا انسي، فتون وراشد تاهوا مني زي ما تاهوا منك. انا اللي عملته مع مراتك وراشد ده كرامة ليك، يعني اللي ليا بقدم في رقبتك انت. اسمع يا انسي، وانا جاي في الطريق كنت بفكر وقلت مفيش قدامك الا خيارين اتنين. انت بتخيرني انا؟ ايوه، يا اما تفكني وافضل عايشه تلطيش، يا اما قول انت بقى. لا انا اقول لك، استحمى وانضف والبس دول وتعالى بره. لا لا لا، مش وقتك خالص. دي مين دي؟ مروة. مجنونة؟ لا مجنونة دي نجوى. يبقى دي اللي انت علقتها من المطعم. لا انت قصدك على شهيرة. يخرب بيت، هو في ايه يا عم انت؟ هو ما فيش رجالة في البلد دي غيرك ولا ايه؟ هو النمر ده اللي مودينا في داهية. بصراحة أنا بدعي عليك، بدعي ربنا يرزقك بواحدة تقلب عليك كل القديم والجديد. هو ده زيك لما بيقع هيسف التراب. خلاص يا ان شاء الله انت. لا بجد والله يا قلبي. هو انت ما فيش واحده وقفت قدامك؟ يعني اي واحده عايز تجيبها سكه بتيجي لازم تقع. انت ابوك مش لواء شرطه؟ واخويا كمان ظابط. بس اشمعنى؟ اسالهم بقى هم ازاي بيعرفوا الحرامي من شكله. بيقول لك لعم العامل عينيه بتبقى زي ما بتبقاش على بعضه. استنى كده بالظبط. لا لا مش فاهم. انا بخش مكان والاقي في واحده بتعجبني بفضل باصص لها لغايه لما عينيها تيجي فيها. وبعدين زي ما قلت لك بقى عينيها هتروح وتيجي، تبقى مش على بعضها زي الحرامي اللي واقف قدام الظابط بالظبط. ده انت اللي زيك مش هيورد على جنه. بس في واحده بقى اليومين دول يا رمزي لما بقف قدامها بحس ان انا الحرامي، وهي بقى مش ظابط لا وزير الداخليه. يا سلام، ده كده ربنا استجاب لدعائي. ودي مين دي بقى؟ واحده كده اول مره في حياتي يا رمزي ابقى واقف قدام واحده ما اعرفش اعمل ايه، مش عارف اعمل اي حاجه لدرجه اني مش عارف ابعد عنها. الله، طب وليه تبعد؟ عشان ما ينفعش. لا 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 استنى بقى كده عندك واحكي لي الموضوع من الاول. لا مش وقته خالص دلوقتي. اركب اركب تفهمني. اركب بقول. امسك دي. هدي انت جاهز؟ يلا بينا نطلع. على فين؟ اتفضل يا باشا. سلام. اسلام. عم راشد مش عارفني؟ انا عدوى حلاق بتاع فلان. ازيك يا عدوى؟ ايه انت اختبيت ليه؟ ده انت اتحكم عليك بالاعدام في قضية ايه؟ لف لف هتفضحنا يخرب بيتك. لف. ايه يا جدع انت؟ القضية اصلا طلعت كلها في شنج. مش طلع واحد صاحبي هو اللي قتله؟ يا راجل. عربيتك دي يا معلم راشد. حلوه حلوه. اخبار عسليه وفتون ايه؟ سيبك بقى من عسليه وفتون، انت لسه المحل بتاعك ده عندك؟ لا ما انا الدنيا دارت بيا، بس الحمد لله انا دلوقتي بشتغل في محل في المهندسين بس علاقه. طب كويس، انا اخدك ونروح على هناك تعمل لي نيو فورما بقى، تشيل الدوجلاس دي والقرف ده، وبعد كده نطلع بقى على فتون وصبحك الصبح عسل. اوامر. بس معلش بعد ما اظبط لك دانك هطلع بس البيت اغير، مش هينفع اجي لك باللبس ده كده. لازم يعني؟ معلش عشان خاطر. ماشي. واخبار الحته ايه واهل الحته؟ لا الدنيا اتغيرت. لا والله. معلش يا ست الكل، اخر حاجه بقى. هدي ايدك باذنك. ايوه تمام. هنا كده. ايوه. معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع. وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره.
ومال؟ بسيطة. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده بتكلك علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. مع الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني اطلع البرفان وسحبيتها؟ اه. الشنطة. انا كنت عايزة اسأله امتى هيبقى عندي باسبور؟ الاول نتيجة الفيش تطلع، طلع لك شهادة ميلاد جديدة، وبعد كده بطاقة، وبعدها الباسبور. تخيلي مش اقل من 20 يوم كده. وبعدها تبقى اتولدت من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. معلش يا ست الكل، اخر حاجة بقى. هاتي ايدك من اذنك. ايوه. تمام. ايوه. معلش بقى، السكانر بايظ والسيستم واقع. وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره. وماله؟ بسيطه. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده بتكلك علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. يلا. مع الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني اطلع البرفان وسحبيتها؟ اه. الشنطة. انا كنت عايزة اسأله امتى هيبقى عندي الباسبور؟ الأول نتيجة الفيش تطلع، طلع لك شهادة ميلاد جديدة، وبعد كده بطاقة، وبعدها الباسبور. تخيلي مش أقل من 20 يوم كده. وبعدها تبقى اتولدتي من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. تمام. تعالى. اتفضل. انت غريب. طب بس بلغ الناس ان معاك حد. مفتون. ايوه. شوف انا جاي لك مين. هيكون امين شرطه عادي يا اخويا، متعوده. تعال. تعال تعال. عطوه. اه. وده ايه اللي جابه ده؟ طب سلم الاول. اهلا يا عطوه. ازيك يا ست الكل؟ اتفضل يا اخويا. اتفضل اتفضل. بيقول له ان اختك الحكومه قلب عليها الدنيا. عسليه؟ اه. والحكومه يا اخويا عايزاها في ايه؟ لا ده قبل ما اسيب بولاق بشويه، اصل انا سبت المحل بتاعي واشتغلت في صنايعي في محل تاني. انت هتقعد تلوك. عسليه الحكومه عايزاها في ايه؟ صار اتجوزت اتنين، واحد في اسكندريه وواحد في المنيا. الاولاني سرقت منه فلوس، والتاني خدت منه عيل صغير. ربنا يبارك لها. بس عيل ليه يعني؟ ده من سنة وأكتر المخبرين وأمناء الشرطة كانوا رايحين جايين علينا. صاحب البيت رمى العفش بتاعه وخد الشقة. ده لحد قبل ما أمشي من بولاق كان برضه فيه وشوش كتيرة بتسأل عليها. وده بقى اللي خلاك تجيبه معاك وأنت جاي؟ يا ستي ما عطوة قال لي إن أنا اتحكم عليا بالإعدام غيابي، فقلت أجيبه عشان أحلي بقه بلقمة. نور عطوة. الله يبارك لك يا معلم رشد. مصدر رشد. مصدر. والله العظيم انا ما فاهم حاجه منكم. الله، في ايه يا فتون؟ الراجل عارف عننا كل اسرارنا، فبدل ما يدلدقها بره جبته عشان نحلي بقه بلقمه. والله العظيم ما فكرت في كده خالص يا ست فتون. لا راشد عنده حق. ويا ترى اتفقتوا بقى هتديله كام؟ لا انا قلت الاتفاق يبقى قدامك، يمكن يعمل لك خاطر. يا باشا والله العظيم انا ما هفتح بقي باي كلام. هو انا اقرع ونزي؟ وكتاب الله يا ست فتون، انا وانا نازل من بيتنا سبت الوليه 20 جنيه. ما انا قلت لك اصل انا سبت المحل بتاع البولاق وجبت. انت هتلوك تاني؟ يعني السبوبه جت في وقتها. الحقيقه يعني في وقتها قوي، بس طبعا انا مبسوط ان انا شفتكم وانبسطت ان انا شفتكم يعني. ايه يا فتون، الراجل مش هيشرب حاجه ولا ايه؟ لا لا. مش عايز والله. يا مش غريب. ازاي؟ زي ما انت قاعد تاكل لقمه. راشد فين الدبل؟ حلقتها يا ستي. مش شايفه ان شاء الله. ايه النصيبه اللي انت عملتها دي؟ ايه الواد اللي انت جايبه لي ده؟ يا نصيبتي السودا، هو انت جايبه عشان تقتله؟ ما كانش ينفع يجي لحد هنا واسيبه يرجع لي بحبل المشنقه. كان عليك من ايه ده يا اخوي؟ ما كنت تزوغ منه. ما كانش ينفع، كان لازم اقرره واعرف ايه موضوع عسليه. وخلاص رجلي جابتني بيه لحد هنا، اقدر اعمل له ايه؟ لا مش هيحصل. ما ينفعش يمشي من هنا على رجليه. اسمع يا ابن الناس، احنا ساكنين هنا في عماره لا فيها دم ولا جثث،
هتخرج بالجثه ازاي قدام السكيورتي؟ ولا كلمتين اللي قالهم على عسليه لحسوا دماغك وعموا عينيك؟ عسليه طلعت اوسخ مني ومنك، متجوزه اتنين وهي لسه على ذمتي. ما تستخمط عسليه بسخماط. الله، مش مهم هي دلوقتي، المهم اللي بره ده هنعمل فيه ايه؟ اعمل لي كمان اللي مش عايزين نخلص عليه. اسمع بقى، ما هو لو كان له نصيب يموت على ايدك يبقى مش هنا. هات فلوس. خدي. كم دول؟ خمسة. حاسب، خليك هنا اوعى تتحرك. طيب. يا اهلا يا اخويا، اهلا. بص بقى بالصلاه على النبي، دول 5000 جنيه، لا واللي جاي اكتر. ربنا يكرمك يا غالية. ربنا يكرمك يا اخوي. الا قول لي بقى، اخبار ام ميزو ايه؟ انا داخل في 4 اشهر ما شفتهاش. اهو الحته بقت ضلمه والحاره ما بقليش فيها بقى رزق. عندك حق يا اخوي. الا واخد بالك انت من المطرح؟ شفت احنا اتغيرنا ازاي؟ بقينا فين؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك يا رب. ربنا يخليك يا اخوي. تشتغل معانا؟ ها؟ ده انا اتمنى. بس عشان تشتغل معانا مفيش راشد بقى اسمه عادل فكري. مفيش ماستر راشد، بس انت لا مؤاخذه بقيتي ميسيز مين؟ انا فتون، وهفضل طول عمري فتون. لا هنا علي حق. انا من النهارده خدامك. شفا متشكر يا داليا. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجة، أنا أصلا مش عايز حتى أنزل بالسرير، طفيت الموبايل، مش عايز أسمع أي دوشة خالص. ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينة شوية. جنينة إيه؟ أنا بقالي ساعة بتحايل على نفسي أقوم أخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينة؟ شاور؟ طب قوم. يلا إيه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك. هحميك. تحميني؟ لا لا ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعالى يلا حضر لك. لا 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 لا، خليك انت، خليك انت، انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعه. خليك يا داليا. ماشي. وادي قاعده. هاني، انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف، لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي، انا اصلا جاي عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا. حلوه دي، بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامله مفاجاه. هو مراد فين؟ في اوضه حضرتك. طب انا هتغير. بتعملي ايه؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ انا. يا سلام. كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هسأليني ايه؟ انت بس، انت مجرمه. مجرمه ليه؟ عشان اسمك هاني. ازيك يا حبيبي؟ معقوله تجد ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقولي كده؟
انا تكون فيت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا عن اذنكم. نايس ميتينج يو هاني. نايس ميتينج يو تو. سودان يا حبيبي انكم اوس. سودان ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي. أنا زعلانة منك. أنا عارف. أنت ليه ما بتردش على مكالماتي والمسجز بتاعتي؟ حقك عليا. أنا قلقت عليك. قلت أجي أشوفك كويس وبتتهرب مني. ولا بعد الشر عليك تعبان. إحنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على إيه؟ أنا من البني آدمين اللي ممكن ينشغلوا فجأة يختفي. وأنا ما اعترضتش بس أفهم. ما هو مفيش طاقة ساعات كده. تعناني قوي. جديدة دي. أول مرة أسمعها. بس كل مرة بتبقى علشان سبب مختلف. تعناني ليه؟ فضلت تلف حواليا. خلتني اتعلق بيك. عايزة افضل دايما معاك. دلوقتي خلاص مفيش طاقة. انا ما كنتش بصدق ان ممكن حد يتعلق بحد قوي ويبقى على طول نفسه يشوفه ويوحشه زي الافلام والاغاني القديمة. لا في. انت عملت فيا كده. الغريبة بقى أنا كمان حصل معايا نفس الحاجة بس مع واحدة تانية. هي كمان مشغولة بحد تاني. تشربي حاجة؟ أي حاجة. كده فهمت. انت كلمتيه وهو قطع تذكره وجاي من غير ما يبلغني. جاي تفتش عليا يا سيادتك. والله ابدا يا بابا. انا لما عرفت من عمتي انك تعبان وعملت قسطره كان لازم اجي اطمن عليك. وبعدين انا كلمتك وانا في المطار وتليفونك كان اوت اوف ريتش. ايوه انا اللي قلت له وقلت لسامح كمان. عمته انا قلت لك ايه؟ بابا انا ما جيتش عشان كده. قالتك انها جات لي المستشفى وانا في حاله صعبه. وقعدت تزعق وعملت فضيحه وتقول كلام سخيف. قلتي له كده؟ يا مراد انا كنت مرعوب عليك، ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تعبان كده. انا جيت يا هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زبحه، وعرفت ان الهبابه اللي اسمها داليا دي عايشه معاه، فهمني انت طبعا. انا قلت لك واحنا في الطريق ان ده عادي.
عادي ايه انت وهي؟ يا ابني مفيش بيني وبين داليا اي حاجة خالص، وحتى لو في حضرتك حر. لا بقى مش حر يا ابني، افهم ما تبازي يا عمتك. داليا دي ليها ظروف خاصة خلتها تيجي تعيش عندي، يعني الموضوع او ملعبك حبتين. انت بتكذب يا مراد. لا احترمي نفسك، انا مش هسمح لك باي تجاوز، انا اخوك الكبير، ما تخلينيش اتصرف معاكي تصرف يبوظ علاقتنا للابد، مفهوم؟ هي باظت من يوم ما رجعت مراهق تاني، لا احترمت اسمك ولا سنك ولا قلت الجرحي كلها. انا ماشي فيري ناستي، خلي حد يوصلك. في 60 سلامه، سيبها تمشي يا عمته. سيبها تمشي يا ليلى. يا ابني مفيش حاجه بيني وبين داليا من اللي في دماغها ده. انت متاكد؟ اصل اللي انا شفته بيقول غير كده، مجرمه وبورنوس. انت مش فاهم برضه، انت مش فاهم. بص اصل موضوع، انا كنت مكسل اقوم اخد شاور حبيبي. اهم حاجه صحتك، اهم حاجه صحتك، اصلها جميله قوي. يوه بص انا جاي مصر 24 ساعه عشان اطمن عليك وراجع. انت لحقت؟ ايوه يا حبيبي، الولاد وطالعين برشلونه بكره اسبوع، بس ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش اطمن عليك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يا فردوس اعملي لي حاجه اشربها. مراد يا سلام يا فندم. ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ما رضيش طبعا يسمع كلام الدكتور واصر انه يجي. كويس انك جبتيه. على فكره انت شكلك بقيت احسن شويه. سامع بيقول ايه؟ لا مش سامع، ثلاث ساعات وهتمشي زي ما اتفقنا. طيب ازيك يا سعد؟ طيب اعملي لنا قهوه بقى؟ ماشي هشوف ايه ناقص ورقه عشان امضي. تعالى يا مختار. تعالى. انا كنت عايز اكلمك على الكومباوند الجديد. بص مختار، انا قلت لك مش هفتح باب الحجز لغايه لما تخلص كل حاجه. خلص. الو. يا نعيم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متاكد؟ لا لازم اشوفك دلوقتي حالا. مسافه السكه. سلام. في ايه يا مختار؟ هقول لك بعدين. طب هكلمك عشان اطمن عليك. سوري. ماله ده؟ مختار، لا مختار دايما مستعجل. هقعد عشان تقرا تقرا. القهوة دلوقتي. القهوة جاية صدقني، القهوة جاية. انجز عشان عدى من الثلاث ساعات ربع ساعة. عيني انا تحت امركم. قول له ما يزعلش بقى، ما عرفناش نوصله لحد ما قابلناك. خد يا اخويا اهو، اديني جبت الفلوس، اشتري له اكله حلوه وسجاير وحط له فلوس في امانات السجن. حاضر. حلاوتك يا موس، انا اتفقت مع الماستر ان انا هروح لعم علي بكره الصبح على طول. يا اخويا ما تنساش تقول له اني خفت اروح الزياره، لا تكون متراقبه ولا حاجه. لا 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 ما تقلقيش، علي بيفهم وبقدر برضه اللي احنا فيه. يا سلام عليك يا ست فتون، اصيله والله. امال ايه؟ راجلي وبحبه. وتروح تسجل اسمك قبل ميعاد الزياره، معلش هتصحى بدري. اوامر. خليك كلمني من المحمول لما تبقى هناك. المؤاخذه سؤال يعني، هو جوزك ما يعرفش الامل اللي انتوا فيها مش كده؟ يا حسره، وهيعرف منين؟ قول له انت بقى يا عطو، قول له احنا عملنا خميره حلوه ومستنيينه يطلع بالسلامه. اوامر. بقول لك ايه؟ تحط عينك في وسط راسك، انت رايح للحكومه نفسها، هتلاقي ناس راميه ودنها وكلام من ده، ركز الله يكرمك، وانت حلاق قد الدنيا وفاهم. علم ونافس. شكله هيعك الدنيا. لا لا لا. انا واثق فيه. هيودينا في داهية إن شاء الله. إن شاء الله. والبيت ده كبير قوي كده ليه؟ هتحسدنا ولا إيه؟ أنا بقالي ربع ساعة بتمشي. إنما إيه المكان الجميل ده يا باشا؟ عشان تنبسط. حبيبي يا باشا. هجيب لك كاس؟ لا يا باشا عفينا، ماليش في الخمرة. ما تجيبلوش حاجة.
عسلية سعيد ثابت محكوم عليها بعشر سنين سجن في قضية تعدد أزواج، وبطاقتها من سجل مدني ملاقوا العيلة. بالراحة بس، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ من غير جنان لو سمحت. متجوزة إيه؟ متجوزة مين؟ يا باشا أنا معرفش، بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس، أي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. أنت متأكد؟ متأكد يا باشا، أنا عارف أنا بقول لك إيه. خد دول. ايه دول يا مختار بيه؟ ده ما ينفعوش خالص. يا سيدي دول اللي معايا دلوقتي. هبقى اجيب لك تاني بعدين. يا باشا في اربعه شبكوا معايا في الحكايه دي. اتنين موظفين معايا في المكتب، طبعا غير امين الشرطه اللي كان بيدور على كمبيوتر الداخليه، غير العبد لله. يا سيدي لو 100 نفر هنراضيهم كلهم. ياه. هي العسليه دي مهمه عندك قوي كده يا باشا؟ مش عندنا بس. يلا هنستلم. ماشي يا باشا، سلام. كريم استمر تأمرني بأي حاجة تانية؟ أنا ماشي. ماشي، رايحة فين يا فردوس؟ أنا قلت لحضرتك أنا بكرة إجازة. معلش أنا نسيت، اتفضلي. ماشي عن اذنك. قولي لي ايه داليا فين؟ داليا في اوضتها، هي تقريبا كده نايمه. اصحى لك؟ لا 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 ماشي. ماشي بعد اذنك. اتفضلي اتفضلي. هات لي الدرينك بتاع النوم. تحت امرك يا مستر. الو، ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا محتاج منك خدمه ضروري. عايزك تسالي على واحده كده يعني تهمني. لا لا لا، اسال اخوك. هبعت لك كل حاجه في الاس ام اس. ماشي، مستنيك. سلام. هات الحساب يا مينا.
طبعا مش هترد يا مختار، عارفك. انتي نمتي ولا ايه؟ لا لا انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش انا كويس. لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك، بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام يعني. Ha ha ha!